حلقة جديدة من المحتوى بتتابعوها من خلال شاشة قناة مساواة الفضائية في المساحة التلفزيونية اليومية. قبل ما نباشر بتناول ملفاتنا اليوم، العناوين: لما تسكر باب السيرك قبلها لعبت بأدوات المطبخ. المسرح القدير خالد الطريفي في المحتوى أيضا. هدى زين الدين إعلامية فلسطينية وكابتن ماجد في الوقت نفسه. أكرم وسماح شو جاي على بالهن خلال الأزمة؟ بفترة الضغط اللي عشناها بفعل أزمة كورونا، فجأة لقينا حالنا على بالنا كثير من الأمور الحياتية، اشتياق أو حنين لروتين يومي كنا نتأفف منه مرات. بفقرتنا الأولى بهالحلقة رح نستضيف زوج ما خلى إشي على باله بكل ما يتعلق بالموسيقى والإنتاج خلال فترة الأزمة إلا وأملوا. بس قبل ما نكون مع عملهم المشترك خلال أيام التباعد وظروفه مثل الكل، كان عندهم حنين. سماح مصطفى وأكرم عبد الفتاح منتابع الكليب ومنرجع. بفكر بشي فعلي لأسى يلي في، رحت وأجيت زهقت وحنيت بكيت وغنيت، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت خذت وجنيت. كلمات جهاد عبد الله، وحاليا ينضم الي اكرم عبد الفتاح وسماح مصطفى. رمضان كريم. رمضان كريم. الله يكرمك. عاده بنبلش سماح احنا مع اصوات النساء، لكن بما انك كنت ضيفتنا في المحتوى واكرم بدنا نستضيفه للمره الاولى اليوم، فبدنا البدايه تكون مع اكرم. بالنهايه تعال نحكي عن العمل، يعني كثار من الازواج ومن الموسيقيين اللي بينهم شراكه زوجيه انتجوا اعمال فنيه خاصه خلال فتره الازمه. احكي لنا شوي عن عملكم، يعني شو المختلف باللي قدمته؟ أول إشي بتخيل المختلف هو حتى نحكي إنه الفكرة متكاملة من موسيقى وبيت وتوزيع وهارموني وغناء وكلمات. وأنا بعطي شكر كبير طبعاً لجهاد ولسماع على يعني رائعين، كيف إنه قدرنا إحنا كلياتنا مع بعض نكون صورة واحدة اللي هي تكون اللي الضياع، واللي أنا عم بفكر بإشي أعمله بهاي الفترة بفعالية ومع كل المضامين الأخرى اللي هي أعمق كمان ممكن تكون إذا المستمع ركز شوي بالكلام، هي إنه فيها العفوية وفيها السهولة وفيها هتنحكي الإشي اللي المميز. أكثر إشي هو إنه مميز من ناحية الموسيقى جديدة، تخيل من ناحية اللون. كموسيقى اسمح لي أسألك، شو يعني الموسيقى جديدة من ناحية اللون؟ يعني استعمال الإيقاع هذا مع السلم اللي اخترته، مع كيف الغناء الكلمات ملحن، مع الانتقال الإيقاعي بين الهاي، إنه نقدر نسمع إنه في من ناحية كل العناصر الموسيقية الإيقاع والهارموني واللحن في تكامل معين بإنه يكون فكرة إنه عم بفكر بشيء فعالي. نعم. ونوع من تعرف الضياع أو هتنحكي اللي هو نعبي الفراغ اللي صار. أدائيا سماح، شو الجديد اللي حاولت توصليه بصوتك من خلال هذا العمل؟ يعني بخلال الأزمة كمان غنيتي بيلا تشاو ضمن مشروع موسيقي عالمي، اللي بوقتها كمان بعدني متذكر ملاحظتي لإلي كانت عم بسمع بيلا تشاو بالفلسطيني، يعني النبرة والتون فيها شيء شرقي جدا. في العمل الأخير كمان في طبقة تانية وكأنه عم تلعب على وتر آخر.
مزبوط. الأغنية فيها مجال إن الواحد يعطي اللون الدرامي اللي أفكر كثير ناس متعودين علي فيه بنبرة الصوت، فيه الفانكي، فيه الإشي المرح اللي فيه كثير حركة، فأفكر هذا الناس أقل متعودة علي فيه. هذا التنوع هو جديد علي بهاي الأغنية. خلال الفترة وخلال فترة الحجر الصحي كانت قاسية على كثير من الأزواج، واسمحي لي منك هيك سماح ناخذ شوية نميمة إن صح التعبير، قد ايه كان متعب لدرجة إنك كنت تفكري بكل هاي الفعاليات؟ قد ايه أكرم كان متعب وجوده كل الوقت وأنت في البيت؟ أكرم ما كانش متعب بالمرة، بالعكس كانت فترة كثير حلوة مصطفى. هاي الفترة إنه استغلنا الوقت أنا وأكرم موجودين بالدار، عملنا كثير موسيقى مع بعض، يعني بصراحة يمكن تتفاجأ يعني، بس إنه اثنين موجودين بالدار مع بعض ممكن هاي الفترة تكون كثير صعبة أو كبت أو تفشيش زي ما صحيح، بس إلا بصراحة كانت كثير حلوة الفترة، يعني استغلناها وبالعكس كانت مغذية لإلنا، كانت مليانة بالإنتاج. بلشت ترجع الحياة لطبيعتها. أول إشي أكرم عم بأيد الموضوع ولا عم بيقول بعدين منحكي؟ عكس، بس أثبتني المصطلحات. كان حياً كتير، وكمان تعرف كالأسرة مع القطتين اللي معنا هيك كان في نوع من التواصل أكثر خلال هالفترة. تعال نحكي شوي عن المشروع الخاص بكل واحد فيكم، رغم إنكم زوجين وصرنا حكيين بهذا الموضوع وعم نحكي بهذا المحور كل الوقت، لكن كل واحد فيكم مشروعه الفني والموسيقي هو مختلف عن الآخر ومستقل بذاته، لدرجة أني لما شفت العمل الأخير كان لي غريب، يعني عم بقول أكرم وسماح وكأنه بتحايدوا شوي، يعني يكونوا مع بعض بالفرونت كل الوقت، وهاي المرة طالعين عم نقول صورتنا حتى مع بعض بالكليب. طلع اكيد كثير حلو نقطتك مصطفى، انه هون كمان احنا بمحل يعني بدنا نعكس شيء كمان، فاهم شو؟ فانا كثير الفكره عجبتني، يعني ناحيه انه يعني هي بلشت كلها بعفويه طبعا الفكره، بس هون انه باجي بحب اقول انه عشان تيجي انت تعمل موسيقى فترات صعبه في كثير لازم تساعد، اللي هي اكثر ممكن تكون من البيئه اللي حواليك الصغيره، وكمان هي بصراحه بتيجي كمان من الوعي تبعك الشخصي كيف ممكن تتفاعل مع هاي الفتره بطريقه اللي انت تقدر كمان تضيف للي حواليك ولل هتنحكي للموسيقى بشكل عام. يعني بشوف انه هاي الاغنيه او هذا العمل هو جزء من كثير عمل رح تطلع انا وسماح، احنا دائما مع بعض، حتى اذا بتشوف مرات الاستقلاليه تبعتنا طبعا احنا بنسمع بعض شو بنعمل، وفي تنحكي شراكي. يعني اسره موسيقيه واحده قبل ما نكون بعلاقه، يعني اسره موسيقيه بمعنى انه احنا كثير في عنا تنحكي تلاؤم بالافكار الموسيقيه، طبعا هذا كمان بحكم سنين وتجربتنا، اللي كل واحد على فكره تجربته كانت تنحكي مش ضروري كل وقت كانت بنفس المحل، يعني كمان انا سفري وسفره كل واحد كان كمان يشوف تجاربه مختلفة، بس بالآخر كان في زي ما تقول كلمة واحدة اللي هي إنه كل واحد حب يعمل موسيقته، بس إحنا كثير بنشوف إنه يعني جزء من إنه إحنا زوج موسيقي نكون أو نعكس للمجتمع الموسيقي والغير موسيقي إنه ممكن الشراكة هي تكون هيك، وممكن تكون كمان باستقلالية تامة بشكل منفصل. ويعني أكرم وسماح أمامكم عمر مديد من صقل التجارب والتعاونات المشتركة الجميلة اللي رح أكيد تضيف على المشهد الثقافي الموسيقي الفلسطيني. بالنهاية بدي بس منك أكرم لو سمحت تقدم لمشاهدي البرنامج المقطوعة اللي رح نسمعها في نهاية لقائكم، رمضان كريم، ظلوا زوج منتج وجميل ومبتسم دائما. شكرا كثير. بحب اقدم لكم جميعا مقطوعه حتى ولو، كلمه حتى ولو بكل معناها الحرفي والابعد، كل شيء مكمل، الامل موجود بداخلك انت، وانا هاي المقطوعه قدمتها عن سطح البيت يعني اكثر ايام كانت صعبه بالحجر المنزلي، وحبيت اقدمها مع لحن حلو يخاطب الناس ويكون فيه شوي من نوع من الشجن وكمان نوع من الامل في نهايته. يلا نسمع. شكرا لكم. شكرا. Thank you.
انضم لنا بهالفقرة عبور طه رزق لنحكي عن مجموعة من النشاطات المجتمعية القطرية خلال رمضان في ظل التباعد الاجتماعي. عبور تحياتي للجميع. إذن يعني الناس خلال حديثنا رح تبلش تشوف صور ورشز، يعني فيديوهات متحركة من بعض نشاطاتكم خلال الفترة. بس تعال نقسم الموضوع لقسمين، ما قبل رمضان وبعدها بنحكي عن ما بعد رمضان. تمام. اولا انا هنا في قبعه ممثل عن منتدى المدراء العرب، هيئه مدراء العرب في شركه المراكز الجماهيريه. احنا بنحكي تقريبا عن 50 مركز اللي بقدموا خدمات لاكثر من 70 بلد عربي. طبعا في ظل الكورونا طبعا كل التعامل بين الناس وكان عن بعد، التباعد الاجتماعي كان عنوان المرحلة كلها. وبالتالي كمان إحنا كهيئة مدراء اشتغلنا بحسب تعليمات وزارة الصحة، وكانت كل فعالياتنا عن بعد. هذا نوع الفعاليات هو غريب لمراكز جماهيرية، لأنه من اسمها هي مراكز جماهيرية، يعني اللي هي بتلم الجمهور في فعالياتها. فكان تحدي جدا كبير لنا كلياتنا انه كيف نقدر نصل لكل هذا الكم الهائل من الناس وهم كلياتهم الموجودين في البيت. بكل فرح وبكل ثقه بقول انه بالفعل طواقم المراكز الجماهيريه اثبتت هذا الشيء وبجداره، وبالتالي كانت كل الفعاليات عن بعد. يعني من هاي مهمة هيك، بما أنه كمان الناس عم بتشوف صور وصار عندها فكرة أكثر عن الموضوع. لما بلش شهر رمضان اختلفت نوعية الفعاليات، يعني كمان شفنا طرود غذائية، في كمان جمعتوا ناس ضمن القيود ضمن الشروط، لكن الفعاليات ما توقفت. الفعاليات ما توقفت حتى من قبل رمضان، أغلبية الفعاليات راحت مسابقات إيصال المعلومات للناس. كان جدا مهم إيصال المعلومات، لأنه هاي الفترة كان كم هائل من المعلومات، وصار حتى في بلبلة عند الناس كمان بالتعليمات وكمان بالمعلومات اللي بتصل من مختلف الهيئات. صحيح. فإحنا أخذنا على مسؤوليتنا كمان نوصل المعلومات صح في جزء من المراكز، ومنها كمان المركز الجماهيري بيافا اللي عملنا زي إشي في موقعنا اللي سميناه زي بورتال كورونا، اللي فيه أنت بتجمع كل المعلومات إن كان عن طريق التأمين الوطني إن كان عن طريق وزارة الصحة، بيانات المجالس، فكله ترتب في شكل كتير سهل للناس حتى تتعامل معاه. وانعملت عشرات ومئات المكتبات الإلكترونية اللي فيها الناس تقدر تفوت وتأخذ فعالياتها. كان مهم جدا التواصل مع الناس بتفعيل للأولاد، فكان عندنا مسابقة رسم، أنا بحكيك على إيش اللي هو موجود بكتير بلدان، مسابقات رسم، مسابقات شعر، أمثال شعبية، فنون، طبيخ، إرشاد في إدارة الأمور المالية في البيت، التعامل مع الأطفال. كثير منا عملوا كمان أفلام، خلينا نقول فيديوهات مصورة بلغة الإشارة حتى كمان نصل لهاي الشريحة. نعم عبور، يعني من بين كل الفعاليات اللي عملتوها وهي جميلة فعلا والبعض منها لافت بالضرورة، لكن بدي أركز على فعالية صارت في مسجد كروم، التوجه للبيوت، الحلاقة أو الحلاقة للمسنين وكبار السن وكل الأشخاص اللي كانوا في دائرة الخطر معرفين خلال الأزمة، مؤثر جميل، واللي شافوا مشاهد وفيديوهات من اللي طلعت يومها رح يعرفوا عن شو عم بحكي. حطينا شوي بالصورة، يعني مبادرة إيجابية لكن فيها شيء مؤثر. الشيء المؤثر انه كبار السن هن اللي كانوا معزولين بشكل كبير عنا، وهن تاج راسنا وهن عايشين بيناتنا، فاحنا مجتمع اللي هالقد الترابط موجود. فتخيل انت بهاي الفتره انه الجد ممنوع يشوف حفيده وممنوع يشوف حتى ابنائه، والخطر كان كبير عليهم. بس هن كان في عندهم احتياجات، كان في عندهم احتياجات كمان جسدية وكمان كان نفسية وكمان اجتماعية. فإحنا فتنا بسطورة، فكتير مراكز مثل مجد الكروم، زميلتنا غاد آية مناع، راحوا لهاي الفكرة اللي هن جندوا بطريقة جدا صحية ومدروسة، حلاقين شعر اللي لفوا على بيوت المسنين وحلقوا لهن مع المحافظة على كل تعليمات وزارة الصحة. محلات تانية حتى يزيحوا العزل اللي هن فيها، تم تسجيل فيديوهات منهن اللي بيحكوا فيها قصص زمان، اللي بيحكوا فيها عن أشياء حلوة صارت زمان، حتى نخليهن
نشعرهم ان هن جزء من الـ من الـ الكم من المجتمع اللي حوالينا، وان هن مش منبوذين، بالعكس انه هن فاعلين وناشطين في كثير بلدان، منتبهين اصلا عليهم. كل طاقه بذلت من وجه لها تحياتنا، وكل شخص ساهم ببناء هاي البرامج والقيام عليها وصل له ايضا تحياتنا باسم هالبرنامج وطاقم. وشكرا لك عبور طه رزق. شكرا لكم كثير. شكرا. هلا. من عنا هو اسم حساب فعال على إنستغرام بحاول القائمين عليه إبراز الطاقات والمواهب في مجتمعنا العربي. خلال رمضان نظمت الصفحة من عنا جت تالنت مسابقة للمواهب في كل المجالات. خليل غضبان معنا حاليا ليعطينا أكثر التفاصيل. تحياتي خليل، رمضان كريم. أهلاً، يلا رمضان كريم على جميع المشاهدين يا رب. خليل، خلال حديثك الناس رح تبلش تشوف صور بوسترز وكمان فيديوز حتى لو بدون صوت بإمكانهم الاطلاع عليها بالصفحة بقلب إنستغرام. حكي لنا شوي كيف تبلورت الفكرة وكم المواهب الهائل هذا، كيف عم تتعاملوا معه؟ صفحة من عنا هي أساسها دعم المواهب وإعطاء منصة وإظهار الضوء على المواهب المجننة من عنا. نعم. بهاي الفترة اللي كان مفروض كنا نكون بحجر صحي، كنا نكون سالمين أمين، فكرت انه شو ممكن انا اعمل اللي يخلي المواهب تنبسط وتضل ببيوتها وبرضه المشاهدين. فكرت بمسابقات المواهب مثل عرب سكوت تالنت، هاي المسابقات، قلت ليش ما اعملش انا هيك شيء بشكل رقمي واحترافي بنفس الوقت. فهيك بلشت فكره من عنا كوت تالنت، نشرت انه بدي مواهب تشترك بالمسابقه، كان في اشتراك كثير كبير زي ما انتم شايفين. مهم، ايش ابرز المجالات؟ متعودين احنا الغناء بسهوله الناس بتقبل على المشاركه، شو مجالات اخرى لفتتك خلال المسابقه خليل؟ صراحه كان في اكثر مجالات انا لفتت انتباهي، كان المجالات الرياضيه منها العاب السير، كمان الكتابه والالقاء. كان انا جدا انبهرت بالمواهب، حتى اولاد الصغار كانوا يلقوا قصائد، وكمان المواهب لأول مرة بشوف بحياتي زي التوازن وزي اللعب بالحبل اللي على الهواء، كل هالمواهب اللي بتيجي أكثر للسيرك، ما كنتش أتوقع إنه في مجتمعنا إنه بيمارس هالمواهب كمان. يعني مواهب ألعاب الخفة وألعاب السيرك فعلاً هي تبدو قليلة على السطح، لكن بتكتشف إنه في أشخاص كتير بحبوا هذا المجال. شو راح يصير بعدين خليل؟ يعني كيف راح تطلع النتيجة؟ في موعد؟ فيش؟ أعطينا تفاصيل. حاليا احنا بالمرحله الثانيه اللي اسمها هي من 64 مشترك 19 واحد انتقلوا لنصف نهائي. هاي المرحله انا بسميها مرحله سوا او مرحله تعاون، لان انا حابه اورجي الناس انه عندهم قدرات على انه يكون عندهم روح رياضيه هالمواهب. فمرحله سوا اول تحدي للمواهب انه يشتركوا مع بعض، يتعاونوا مع بعض، يعملوا شيء مع بعض. مثلا مواهب الغناء عم نعمل لاول مره بلش شغله مفاجاه، عم نعمل أغنية بعنوان سوا لكل المواهب عم تغنيها من البيت وعم نمنتجها وملحنها. مواهب الرسم عم برسموا رسمة، إني برسموا على وجوه المواهب الرسم اللي عندي، فبرسموا صبي وشاب، برسموا كل واحد نص رسمة، الصبي على نص وجهه والشاب على نص وجهه، بيشتركون مع بعض. يعني كل المواهب عم خلين يكونوا متعاونين مع بعض حاليا وينتجوا شيء سوا للمجتمع. ولقدام رح يكون في كمان مرحلة بس للمشتركين بشكل شخصي، وفين المرحله النهائيه رح تكون برضو قريبه ان شاء الله يا رب. احنا بانتظار وبمتابعه لكل التفاعل اللي عم بصير بصفحه من عنا وعرض المواهب الجميل. في مواهب حلوه كثير مرقت لدرجه انه اخترنا منها ليلى اللي بعد شوي جمهور البرنامج رح يتعرف عليها. اشكرك خليل غضبان، بالتوفيق. من المواهب اللي من عنا موهبة ليلى إبراهيم لاعبة سيرك، احترفت المجال قبل 6 سنوات، وخلال أيام كورونا هالصبية اشتاقت لألعابها اليومية فما لاقت حل إلا أدوات المطبخ. شوف ليلى إبراهيم تنضم لنا بعد هالفيديو. تحياتي ليلى. تحياتي لك مصطفى، كيفك؟ أنا كتير منيح. رمضان كريم. ليلى، رمضان كريم. تعالي نبلش تعليقنا من الفيديو اللي شافوه الناس، لعب بورق تواليت، بأدوات المطبخ، بكل الأدوات المنزلية، وكأنك خلقتي لك مساحة بقلب أزمة كورونا.
أزمة كورونا كانت كتير صعبة لأنه كانت محددت لي إن أكون بالبيت، فما كانش وحتى السيود معش كتير أغراض اللي أغراض الجاكلينج بالبيت، فانجبرت ألعب أتمرن بأشياء اللي هي أخترع شوي إشي جديد عالم من المطبخ. كثير انبسطت لما عملت بأدوات المطبخ إنه لأنه كل واحد في إلها وزن تاني، فالإشي بيعطي شوي أكتر صعوبة. وكمان الورق التواليت كان شوي خفيف، فكان الإشي كتير تجربة حلوة بالنسبة لإلي. عم بتقولي يعني وكأنك طورتي قدراتك، يعني مش بس صرتي تعملي بأدوات مختلفة عن المنطقة الآمنة اللي بتشتغلي فيها عادة. طبعا صح. طيب تعالي نبلش من احترافك. من 6 سنين دخلت هذا العالم. بالنسبة إلي ويمكن كثار من المشاهدين يقولوا إنه عالم السيرك والخفة بده يعني طفل من أو طفلة من عمر صغير يبلشوا يتدربوا على هالألعاب حتى يتقنوها، لكنك يعني بعمر 21-22 بلشتي في هذا المجال. صح. عالم السيرك هو بده تمرين، الجاكلينج بده تمرين، يعني إذا ما بتتمرن ما بتتقوى، ما بتصل للهدف اللي بدك إياه. وكمان حب الاستطلاع لإله. لما أنا بالأول بلشت طبات، عملت 3 طبات، كان عندي حب استطلاع أعمل تمارين بال3 طبات، وعدت أتمرن يوميا. بكفي بالطبات تتمرن كل يوم 2 دقيقة على مدار أسبوع، بتقدر تعمل 3 طبات، الإشي كتير سهل ومش إجباري يكون من أنت صغير. الجاكلين دفكة بالذات بتقدر وأنت كبير. حتى الليوني لما فت على التيسو والحبال الليوني ما كانش عندي الليوني، اكتسبتها بعدين مع التمرين. التمرين هو بوصلك لهدفك. جميل. شو هدفك؟ هدفي انه انا بستمتع بالإشي، هدفي اتطور فيه. انا اول ما بلشت بالتيسو كان صعب جدا الاقي مجموعه اتمرن فيها بتل ابيب كمان، لانه قليل جدا اللي بمرنوا تيسو باسرائيل، بنعدوا على الاصابع وكل واحد بتمرن عندها عدد معين، بتاخدش اكثر من هذا العدد. ففتت بقائمه الانتظار سنه كامله، وبعدين تنين فوتوني وبلشت اتمرن. لما بلشت اتمرن بالإشي واتقدم فيه صرت اطمع، بدي اقدر، بدي اتقدم اسرع. ففتت على اكثر من دوره عند اكثر من وحده، وصار التنويع بأكثر من مدربة يعطيني إشي زيادة. شو أهم التعليقات الاجتماعية اللي بتوصلك؟ يعني خاصة أنه أنت اليوم كمان مشاركة بمسابقة من عنا جت تالنت اللي حكينا معها مع خليل من شوي. يعني شو التعليقات اللي عم توصلك؟ قد في دعم اجتماعي للموضوع؟ دعم كبير الصراحة، أنه كله بقول لي ما أحلى وبجنن، كيف بتقدري، كيف بتعملي، كيف بتساوي، وبشرح لهن أن الإشي مش مستحيل، فيش إشي اسمه بالحياة مستحيل. كل شيء مع التمرين، مع أول إشي لازم تجرب تشوف حالك إذا أنت بتقدر تساوي، إذا أنت حابب تساوي هذا الإشي ولا لا. أنا كانت عندي تجربة أولى بكينس بمؤتمر ساخني، بمؤتمر إنه اتسلقت، بس كان عندي التسلق يعني أول تجربة، ومن هون حبيت الإشي. أنت كتجربة أولى بتجرب، إذا أنت بتحب الموضوع بتقدر تفوت تكمل، وإذا بتحبش بتقدر ما تكملش. بكل معنى كتير بكل بساطة ليلى، بدنا نتمنى لك كل النجاح في المسابقة وفي الحياة، وإن شاء الله عن قريب بنشوفك أيضا في الصالة عم تتدربي في المكان الطبيعي للرياضة اللي عم تمارسيها. يعطيك العافية، رمضان كريم. نستضيف الآن في المحتوى مسرحي أردني قدير ومخرج تميز من مواليد الزرقاء الأردنية، درس في فن التمثيل في بغداد والقاهرة من سنة 1974 وحتى 2020 السنة اللي احنا فيها، لا يزال خالد الطريفي يتقن دوره كمبدع عم بيساهم في بناء الفكر والمجتمع. تحياتي أستاذ خالد. تحياتي يابا أصحابي عم بيقولوا لي، أقول لك كونك بتحب هاللفظة كتير في المناداة. الله يسعدك ويسعد الشباب كلهم، وكل عام وانتم بخير لجمهوركم الجميل واللذيذ. كل عام وانت بخير. انا بعرف انك انت كمان ملتزم اليوم بجداول عمل، بس رح نبدا بحديثنا بالمسرح اللي اليوم انقطعت التجربه عنه في خلال ازمه كورونا، وصارت الناس ابعد عن وجودها في قلب هذا المبنى وفي قلب هذا الجانر الفني. وكمسرحي لابد يعني عندك راي بكل موضوع المسرحيات اللي صارت تعرض اليوم على السوشيال ميديا، وتقول للناس خذوا أعمالنا الجديدة وإنتاجاتنا بدل مش قادرين توصلوا لعنا احضروها في البيت. هل أنت مؤمن أنه المسرح بتم تذوقه بهذه الطريقة؟
والله يعني يعطيهم العافية كل اللي بيشتغلوا في المسرح والفنون عموما يعني. بس هي لحظة فوران ولحظة تضارب أفكار ولحظة صراع وتفكير في الماضي والحاضر والمستقبل وين بدهم يروحوا. ففي محاولات إنه يعني يقدموا الأشياء، بس أنا بعتقد إنه هو المسرح حي زيه وزي البشر يعني، إنما ما كانش في هاي التواصل الحي والحقيقي في نفس المكان ببطل اسمه مسرح يعني، ممكن نسميه أي شيء. تجربك الإنسانية هكذا تقول دائما هي اللي صقلت تجربتك المسرحية. قديش بالأول بتحس بعدك عم تعطي من قلبك ومن نفسك كإنسان على هذه الخشبة؟ يعني هل هناك أعمال تستوعب هذا الحجم من التجربة؟ يعني وبتعرف في لحظة من اللحظات الواحد في يعني في سنوات عمره، هي بلشت معي صراحة بسنة 1982 يمكن أدركت شوي هيك. كنا في بيروت وعشنا شوي في حصار بيروت، في بيروت أدركت إذا بدك المضبوط محتوى على رأي البرنامج، محتوى الحياة وقيمتها الإنسانية الجميلة. إنه كيف أنت ممكن تعيشها كبني آدم وكمسرحي. واللي أنا طلعت من 82 من المسرح ودخلت من بيروت وجيت على عمان ودخلت في المسرح ولحد الآن مستمر فيه، اللي هو إنه المسرح هو يمكن على هيك المسرحيين بيحكوا، هيك الموسيقيين بيحكوا، هيك التشكيليين بيحكوا، هيك الأدباء بيحكوا، هيك الشعراء بيحكوا، كل واحد أداء يعني طريقة تعبيره عن حاله وعن الحياة وعن هيك أشياء. إنه دائما هدول الأشياء اللي بتعملهم هم الأكثر يمكن حرية، يمكن في اللحظة الوحيدة اللي بحس فيها أنا إنه أنا حر وحقيقي بدك المزبوط على خشبة المسرح ومع المسرحيين ومع المتفرجين المسرحيين في مكان المسرح. عرفت شو رأيي؟ هو واحد من كثير أراء أستاذ خالد اللي قالت لك أنه حبينا حضورك بالتلفزيون. يعني أنا أذكر آخر مسلسل حضرته وكنت حضرتك مشارك فيه كان مسلسل زين للنجمة صبا مبارك، وكنت حضرتك يعني بدور بارز وصوت مؤثر كل حلقات المسلسل. حبيناك هناك بس ما عم بتعيد هاي التجارب. يعني هو يعني وانا يعني شكرت اصلا انه شكرت خلينا نقول بنتي صبا مبارك انه فكرت فيه انه امثل معها في المسلسل. وكنت زمان مش ممثل بالتلفزيون، انا كان معظم وقتي وحياتي اذا بدك المهنيه والعمليه والفنيه كانت بالمسرح. وكان في محاولات هيك يعني برضه مع صبا في عملين شيء بدوي على دور شحادة على طوق الاسفلت على هيك اشياء. السؤال اذا انت بتحب يعني سؤال إذا بيستفزك هذا النوع من الأداء التلفزيوني. قبل فترة مثلت بفيلم سينما مع المخرج زيد حمدان وصار المفروض كان يعرض بكان بشهر 5، بس تعرف الكورونا إلها حركات القرع مرات، شو خبصت كثير حياتنا يعني. أنا بحب الفنون عموما، بحب الفنانين والفنانات بكافة أشكال أدوات تعبيرهم يعني، من الغناء للرقص للتمثيل للمسرح للكتاب للفن التشكيلي لكل هذا الحكي. وانت يعني المسرح ما هو زي ما بقوله هو الحاضن أو أبو الفنون كله يعني، هو الأقدم، فبالتالي كل الأشياء طلعت منه يعني، من التطور التقني طلعت السينما والتلفزيون وما إلى ذلك. فبضل الفن فن انك كيف تتواصل مع الناس. عرفت شو كان بهمنا جدا استاذ خالد تجربتك ولو بحوار قصير تكون معنا في هالبرنامج وفي شهر رمضان. شكرا جزيلا لاطلالتك معنا في المحتوى. انا صراحه شاكر لك عم مصطفى، والله يسعدك ووفقك انه انت فكرت يعني تصل في حضرتي عشان نعمل هذا اللقاء ونطلع على جمهوركم العظيم والرائع. تحياتي لك ولهم جميعا. نكبر بامثالك، اشكرك حبيبي، شكرا جزيلا، الله يسعدك. كثر بيعرفوا كابتن ماجد المسلسل الكرتوني الشهير، لكن مش الكل بيعرف انه كابتن ماجد بالاخر طلع صبيه، ومن بين كل دول العالم هالصبيه طلعت فلسطينيه. رح نكون حاليا مع اعلاميه فلسطينيه شابه عملت وتعمل في كبرى القنوات العربيه، تهوى تقديم المحتوى الرياضي بشكل خاص على الشاشه وايضا من خلال حساباتها على مواقع التواصل المختلفه كمان. هدى زين الدين رح تكون معنا في المحتوى بعد هالفيديو. على فكرة مش لحالي، أجيال كاملة تأثرت بكابتن ماجد أو كابتن سوباسا، ونجوم عالميين كثير تأثروا فيها مثل ميسي، فرناندو توريس، زيدان، ديل بيرو كمان. تعرفوا أني أنا بس أتضايق بعد بسمع أغنية كابتن ماجد، هيك بتحفزني بضلني ماشي وأعمل هيك. كابتن ماجد
يا أستاذ طارق صنعت يومي. عاد إليكم من جديد. هي الفيديوهات خاصة لبنتي الغالية هدى ولمتابعيها. المعلومات رح يكون هيك معلومات بسيطة عن شارة الكابتن ماجد بالذات. هي تاني أغنية تاني شارة بشتغلها بعد ما أكلي. من ملابساتها أنه أنا نفذت الموسيقى كلها بمطعم، فكنت أشتغل بعد الدوام بس يسكر المطعم ويروحوا شغيلي والزباين بتطالع فوق أهداء أرني وقعد أشتغل بالموسيقى. بس تخيلوا أنه كابتن تسوباسا أو كابتن ماجد كانت رح تكون لعبة بيسبول مش لعبة كرة قدم، ببساطة لأنها كانت اللعبة الأكثر شعبية باليابان بهداك الوقت، ولأنه تاكاهاشي يويتشي بانجليزي ليه مرسي الكاتب الياباني كان متأثر جداً بلعبة البيسبول مثل كل اليابانيين، لكن زي ما تقولوا ما أكلش عيش فيها، لأنه كانوا كتير الرسامين اليابانيين اللي مختصين بأنهم يرسموا رسومات عن البيسبول، ففكر أنه يكون مختلف. وبنفس الوقت ومن حسن حظنا أنه كان عم بيشوف مونديال الأرجنتين 78 وطلع بفكرة أنه يرسم كابتن تسوباسا. تخيلوا أنه الصور كانت رح تضل ثابتة، يعني ما كانت حتتحرك. كان هلأ ما شفناش مخلب النمر لبسام، أو مثلاً هاي الضربة المزدوجة تبعت ماجد مع ياسين كانت إشي خرافي صراحة، مستحيل تشوفوها إلا بالرسوم هاي. لا شفناها بالحقيقة مرة بالدوري المغربي بالمناسبة. إذن بعد هالفيديو اللطيف معنا بتنضم لنا هدى زين الدين. تحياتي يا هدى. مساء الخير مصطفى إلك ولكل الناس اللي بتتابع المحتوى، واحد من أحلى البرامج على مستوى العالم العربي، وأنا أدهى الكلام. إحنا سعداء بوجودك معنا وسعداء إنه عم تطلع الشهادة منك هدى. تعالي نبلش شوي على نظرتنا للشاب الفلسطيني أو الصبية الفلسطينية في الخارج. أنت صبية من غزة في الأساس، لكن ربيتي وكبرتي في الإمارات، واليوم عم تشتغلي كإعلامية، يعني في حقل هالقد نشيط وكل الوقت بتطلب من الإنسان جهد خاص. كيف عم ترصدي نظرة شباب العالم، يعني شبابنا الفلسطينيين لأنفسهم وقدرتهم على المنافسة في العالم العربي؟ أول شيء مصطفى، إحنا يعني إذا كان في ميزة وحيدة للاحتلال إنه إحنا قدرنا نطلع للعالم ونورجيهم شو إحنا. يعني بالوقت اللي إحنا كنا منقدرش نقدم فيه للأسف إشي لبلدنا، إحنا كنا عم نحاول نبرز حالنا بكل المجالات في كل مكان. عشان هيك دائما بتلاقي الفلسطينيين متعلمين وين ما يروحوا. هذا التعليم وهذا الجهد وهذا الاجتهاد خلانا نقدر نوصل زي ما تفضلت قبل وحكيت إنه لكبرى، خلنا أقول في مجالي لكبرى القنوات. عندنا أكبر البرامج بيمسكوها إعلاميين فلسطينيين، من إعداد لمونتاج لتقديم. فهذا الدور اللي إحنا بشكل عام يعني بنسعى إنه نقدمه. القالب الآخر اللي بهمنا نحكي عنه هو المجال الرياضي، يعني بالنهاية مش كثير فتيات، وعذريني على الصورة النمطية لكن هذا واقع الحال، وعلى الأقل المعطيات هيك بتشير إنه مش كثير نساء تهوين كرة القدم ويعتبرنا خبيرات فيها، في بتابعوا، في بحبوا فريق معين عن آخر، لكن الإلمام وإنك تكون تعد محتوى رياضي هو أمر مش سهل لصبية. بتوافقي؟ مزبوط أكيد. أنا بحكي لك هاي الشغلة بسمعها كثير أنا، أنه أنت شي جابك أصلاً على الرياضة. أنا بس أوضح شغلة مصطفى، أنا صلي 12 سنة صحفية، اختصت بمجال المنوعات وكنت بحب كرة القدم كثير. وقت من الأوقات حكيت ليش ما أربط من الاثنين، يعني أنا بعرف أكتب، بعرف أقدم، بعرف أمنتج، وعندي أدوات أخرى الفويس أوفر وما إلى ذلك، بتعرف هاي الأدوات أكيد. فحكيت ليش ما أربط بين هذا الإشي وشغفي بكرة القدم. بلشت أكتب، ما توقعت إنه ألاقي اهتمام. وبدي أخبرك ليش إجا هالاهتمام، لأني بنت. دائما الشباب بيفكروا بكرة القدم بمنطق أكثر من الأشياء اللي بجانب اللعبة، فكانوا دائما محتاجين لحدا يكون يعطي يربط بين المنوعات وكرة القدم، فيبدو إنهم لقوا في البنات اللي مثلي هذا الإشي. لهذا السبب أنا إجاني وقتها عرض ببرنامج صدى الملاعب، كنت بتدرب أنا فقط هيك للرياضة، فتفاجأت بالإعلامي مصطفى الأغا بيوم من الأيام بيكلمني وبيقول لي أنا محتاجك معنا بصدى الملاعب، تقدمي وبنفس الوقت تعملين تقارير. وفعلا كنت أعمل التقارير، يعني لو بتصدق مصطفى أنا بلشت كنت أحط أغاني على المباريات، يعني قصة مباراة أعملها بأغنية، وتطور الموضوع لغاية ما صرت أكتب سكريبتات وأقدر يختاروني يعني عن الشباب حتى بآخر وظيفة.
ومع هيك هدى، يعني مع كل المساحه اللي فتحت امامك وصارت متاحه انك تستثمريها، اخترتي السوشيال ميديا. يعني نشاطك الرياضي في التقديم صرنا بنشوفه على انستغرام، على فيسبوك اكثر. شو ليه هذا الخيار؟ وعلى يوتيوب. وعلى يوتيوب طبعا، لانه هو الهدف تبعي. شوف مصطفى، يعني يمكن في شيء يعني بتقدر انت اكثر واحد رح تقدر تفهمني فيه. في وقت معين بالتلفزيون خلص انت بتكون بتعمل بالنهايه الإشي اللي بديش استخدم كلمه بتفرضه، بس اللي بستلزم ضمن منظومه مؤسسه محطه. مزبوط. سياسه محطه. انا لاني بشتغل بقناه كبيره، هي قناه العربيه، فهي إلها طريقة معينة بالتعاطي مع الجمهور، اللي هي الطريقة أكيد المحترمة، الطريقة اللي خلنا أقول دائماً لابسة بدلة مرتبة. فأنا بالنهاية عندي شخصيتي، عندي جانب الثاني. يمكن أقول لك إنه جانبي اللي أنا بحب أورجيه للناس، بحب أضحك، بحب أمزح أكثر، بحب ألبس باروكة، بحب ألبس أشياء غريبة، بحب ألبس بلوزة عليها كابتن ماجد. فكان هذا الإشي صعب أعمله وأنا ضمن منظومة يعني العربية. فوقت استأذنت من مديري قلت له أنا حابة أعمل هذا الإشي، حقيقة لقيت تشجيع منه. قلت له صعب، يعني أنا يعني شرط من الشروط إنه الأمور اللي بعملها على صفحتي على اليوتيوب واللي بحكيه بالإنستغرام وما يكون نفسه اللي بحكيه على العربية. بالعربية إحنا أكثر الموضوع حدثي، إيش بيصير بكرة القدم هلأ، إيش بيصير بطولات هلأ، وإيش بتعلق فيها. بصفحتي وبإيش أنا بعمل، أنا بعمل لكاسا مثلاً، شو بشجعوا الفنانين الإسبان بإسبانيا مثلاً، حلقة مثل كابتن ماجد، حلقة مثل لعبة الفانتسي اللي بتحكي عن كرة القدم. هاي كلها أمور أنا بقدرش أحكي فيها على العربية بالطريقة اللي أنا بحكي فيها على اليوتيوب. فزي ما تقول لقيت المساحة اللي أنا من خلالها بعبر عن نفسي أكثر بلهجتي الفلسطينية، مش لهجة عربية فصحى أو لهجة بيضاء. وبكون عملت الاثنين، يعني بكون عملت الجانب الجدي اللي في شغلي مع قناتي اللي أنا بحبها وبنتمي لإلها، وشغلي الخاص اللي أنا بحب أبين فيه كمان. خلال حلقات البرنامج كنا نتعرف أكثر فأكثر من خلال ضيوفنا على صناع المحتوى. لما منقول على صانعة محتوى رياضي، هو مجال آخر أيضا له تحدياته. شو الصعوبة بصناعة المحتوى بغض النظر إذا بنت أو شاب؟ أكثر شغلة صعبة مصطفى إنه الشاب شو ما يحكي بالرياضة حتى لو كان غلط بعذروا الناس. أما البنت إذا بتحكي 10 معلومات صح، أو من 10 معلومات 9 صح واحدة غلط، بقول لك شوف هاي ما بتفهم. فكان التحدي إني دائما أقدم معلومة بطريقة صح وبطريقة إنه جماعة الخير أنا مو جاية لا ألعب ولا جاية أخذ أماكنكم. يعني تخيل مصطفى، أنا من الأشياء مثلا أنا بكون حاطة حلقة منها حلقة كابتن ماجد اللي أنت حكيت إنه اكتشفنا إنه طلعت بنت، أكيد الحلقة إلها يعني إلها تفاصيلها، هي بالنهاية أكيد مش بنت بنت، بس هو بحسب ما بتحكي الحلقة يعني، وما بحسب ما بحكي الرسام تبع كابتن ماجد، وهو طبعا رسام ياباني معروف، انه هو شافها بلاعبة كرة قدم، لانه منتخب اليابان لكرة القدم للسيدات هو اللي قدر يحقق كأس العالم. فانا لما حكيت هاي المعلومات وشفت نظرتي، ولانه طبعا الدوبلاج دائما بالياباني وبالاسباني وبالعربي كانوا بيعملوه سيدات، ومنهم الفنانة السورية امل حواجة اللي عملت صوت كابتن ماجد وهو صغير، فالناس كلهم كاتبين لي تحته أنت كذابة، أنت عم بتخربي لنا ذكرياتنا، كابتن ماجد مستحيل يكون بنت، وكأنه في إشي خطأ أصلا لو طلع بنت يعني. فهاي من الأشياء والصعوبات. وأكثر جملة ممكن تسمعها صحفية رياضية هي روحي أطبخي، ودائما بقولهم لو أني بعرف أطبخ كنت رحت، بس أنا بعرف أطبخ التقارير الرياضية بطريقة كثير حلوة. مبدئيا طبخاتك الرياضية ممتازة ومحتواك دائما جميل هدى زين الدين. أنا ما بحب الرياضة أنت بتعرفي، لكن بتابعك باستمرار لأسباب كثيرة مختلفة عن المحتوى الرياضي فقط. شكرا هدى زين الدين، يعطيك ألف عافية. إلى هنا بنوصل لختام هذا العدد من المحتوى. مني ومن طاقم البرنامج كل التحية، بنشوفكم بكرة، كونوا بخير.